وللمزيد مشاهدينا في هذا الصدد نذهب سريعا عبر سكايب من الولايات المتحدة الأمريكية. انضم إلينا الكاتب والإعلامي الأستاذ ماك شرقاوي. أرحب بك أستاذ ماك على شاشة لايف، يعني قراءة طبعا في تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما له صلة بانسحابه من الاتفاقية، اتفاقية البرنامج النووي الإيرانية، في مؤتمر صحفي طبعا للرد على القرار الأمريكي. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده ملتزمة بتعهداتها عكس الولايات المتحدة التي وصفها بأنها لا تحترم الاتفاقات الدولية، مشيرا إلى أن طهران ستبقى في الاتفاق النووي دون واشنطن، إلا أنه في نفس الوقت طهران مستعدة لاستئناف أنشطتها النووية بعد إجراء طبعا محادثات مع الأعضاء الأوروبيين وروسيا والصين وهم الموقعين على هذا الاتفاق. نبدأ بقراءة في تصريحات دونالد ترامب، كيف تابعتها؟ طيب نشوف الشكل في الأول، يعني الإثارة والسسبنس، الكل منتظر يوم 12 ثم يطلع لنا يوم 7 يقول غدا الساعة 2 ظهرا سوف أقرر قراري في هذا الأمر، وبعدين يتأخر من الساعة 2 للساعة 2:18 عشان الناس كلها متحفزة وكل القنوات العالمية منتظرة وأطعى يعني تغطياتها كلها عشان تغطي هذا الأمر. نعم. ويبدأ كلامه الآن وأنا أتحدث معكم وزير الخارجية في طريقه إلى كوريا الشمالية، سوف يصل بعد ساعة، وهو نسي أن وزير الخارجية ما هوش رئيس السي اي اي انيمور، يعني خلاص ما بقاش يعني ضابط مخابرات يعني تغلف زياراته السريه، ده وزير خارجيه المفترض ان تعلن يعني زياراته، يعني جدول وزير الخارجيه المفروض ان يعلن يعني وفقا للمعايير الدبلوماسيه على موقع وزاره الخارجيه الامريكيه. فيعني السسبنس، يعني العالم كله متحفز ليسمع كلمه الرئيس دونالد ترامب. طيب. وقد كسب هذا. عظيم. ولكن في فحوى الموضوع اما نيجي نشوف هو قال ايه؟ هو قال ان انا هوقع حزمه عقوبات جديده. طيب اسمح لي يعني استاذ ماك ان انا استعرض معاك سريعا يعني ابرز النقاط التي استوقفتني. اولا طبعا الانسحاب من الاتفاقيه، هذا الجانب السياسي من الموضوع. الجانب الاقتصادي، توقيع اكبر عقوبات اقتصاديه رقم واحد على ايران، رقم اثنين ويعني عايزين نتحدث بها باسهاب على كل الدول التي لها علاقات مع طهران. ايضا تحدث على الشق الدبلوماسي انه سوف يكون كما ذكرت حضرتك استاذ ماك، سيكون هناك محادثات وتحركات فيما لو صل بالشق الدبلوماسي مع كيانات هي داعمه لايران. تحدثنا عن كوريا الشماليه، تحدثوا عن الصين التي ذكرها دونالد ترامب وسماها بالحليف. اخيرا وعايزين برضو نركز على هذا الشق لانه للمره الاولى يتحدث فيها ترامب ويوجه حديثه ل الشعب الإيراني. في الشق الأول الشق الخاص بالجزء السياسي وانسحابه من الاتفاقية، تفضل أستاذ ماك. هو انسحابه النهاردة هو بينفذ وعده الانتخابي لقاعدته الشعبية لتمثل تقريبا من 35 ل40% من الشعب الأمريكي وأغلبهم من المتعصبين البيض. نعم. فبينفذ وعده، سوف أمزق هذا الاتفاق ما أن أجلس على مقعدي على في المكتب البيضاء في البيت الابيض، ولكنه تاخر بالتاكيد قرابه 16 شهر. وبعد ما خرج تصريحه خرج على طول بعديه بخمس دقائق يعني جون بولتون وصرح ان الولايات المتحده الامريكيه مستعده للجلوس على مائده المفاوضات. مفاوضات على ماذا؟ لقد انسحبت وسوف توقع عقوبات خانقه وسوف تجهد كل محاولات اوروبا في محاولة الاستمرار حتى في الاتفاق. يعني أوروبا صرحت حتى لو انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية نحن مستمرون في الاتفاق. نعم. ولكن كيف يستمر الاتفاق وسوف تفرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على كيانات أفراد دول شركات تتعامل مع النظام الإيراني؟ فبالتأكيد سوف توئد كل محاولات الدول الأوروبية للمحافظة على استثماراتها. هناك استثمارات يعني بمئات المليارات. قبل الحديث عن الشق الاقتصادي من هذه الكلمة أو من هذا البيان، دونالد ترامب وصف الصفقة بأنها صفقة العار، وصفها بأنها صفقة سيئة السمعة، الصفقة التي تخدم الجانب الإيراني. هل هو يعني في هذا التوصيفات لهذه الصفقة يحاول أن يلقي باللائمة
على إدارة سابقه. أتحدث هنا طبعا عن الرئيس الأمريكي الأسبق أو السابق. بالتأكيد هو يعني دونالد ترامب ما أن أتى إلى سلطة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية فهو يطعن في كل ما فعله أوباما، كل قرارات أوباما خاطئة، كل اتفاقيات أوباما خاطئة، جلب لنا الخراب، جلب لنا العار، أدخلنا في ديلمات أضعف من القوة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، لم يكن باتخاذ القرارات القوية بمواجهة إيران وبمواجهة يعني التمدد الروسي والتمدد الإيراني في سوريا والتمدد الإيراني أيضا في جنوب المملكة العربية السعودية في جماعة الحوثي في اليمن. أعتقد أن كل ما فعله أوباما هو خطأ من وجهة نظر الرئيس ترامب، ولكن يعني لم أعتقد الرئيس ترامب يشاهد فقط فوكس نيوز ولا يشاهد سي سبان، فلقد شاهد محطة سي سبان المسؤولة عن نشر ما يتم من محادثات في الكونغرس الأمريكي ومجلس الشيوخ الأمريكي. قد صرح وزير الخارجية الحالي في جلسات الاستماع في التأكيد عليه في مجلس الشيوخ عندما سئل سؤال مباشر عن التزام إيران بالاتفاق النووي، صرح أن المعلومات لدينا أن إيران تلتزم تماما بالاتفاق النووي، وأيضا صرح بهذا الوكالات الأمنية الأخرى أمام مجلس الشيوخ الأمريكي والكونغرس الأمريكي. فأعتقد أن الآن العالم ينظر إلى وفقا لتصريحات المسؤولين الأمريكان إذا كانت إيران ملتزمة بالاتفاق، إذن الآن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي لا تلتزم بالاتفاق بانسحابها. نعم. هذا بالتأكيد يدخل الولايات المتحدة الأمريكية الآن في يعني موقف أنها هي التي ألغت الاتفاق من جانب واحد. نعم. وبالتأكيد هذا لن يؤثر لأن يعني العصرة والجزرة، العصرة والجزرة، الجزرة هنا هي وقف المعونات العقوبات على إيران وفقا التزامها بالاتفاق الإيراني، والعصا هي الضغط مرة أخرى على المجتمع الأوروبي والاتحاد الأوروبي أن تضغط مرة أخرى على إيران. تصريحات الرئيس روحاني جاءت يعني مخيبة لأمال الكثير من الصقور الأمريكان، فقد توقع أن تتخذ إيران موقف يعني تستفز به الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن آلت على نفسها الإدارة الإيرانية أن تلتزم الصمت وأن ترى ما سيتم في يعني في المستقبل القريب، ودت نفسها حق الرد في المستقبل القريب. ولكن أعتقد من وجهة نظري أنا الشخصية وتحليلي البسيط أن الولايات المتحدة الأمريكية بالاتفاق مع الكيان الإسرائيلي المحتل أن تصعيد الأمر بالنسبة لإيران، استفزاز إيران، وأيضا من ناحية أخرى استفزازات إسرائيلية من ضرب لكتائب حزب الله في سوريا، وأيضا التفكير في ضربة نوعية داخل الإيراني لضرب المفاعلات النووية والمنشآت النووية الإيرانية. نعم. هناك التفكير أيضا في دفع الدول العربية، المملكة العربية السعودية والإمارات إلى المواجهة المباشرة مع إيران. وتذكر أيضا أن مؤتمر المعارضة الإيرانية اللي كان منعقد في واشنطن والتصريح اللي صرح به جولياني، وجولياني هو الآن محامي الخاص رئيس دونالد ترامب، وصرح تصريح أعتقد أنه لن يصرح به قبل أن يأخذ الضوء الأخضر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن لابد من تغيير النظام الإيراني في إيران. واليوم أيضا في تصريحه اليوم في البيت الأبيض في المؤتمر الصحفي قال أننا نقف مع الشعب الإيراني وندعمه. فأعتقد أن هناك تلويح أن ممكن أن تكون هناك تدخل مخابراتي يعني إزاحة النظام الإيراني عن السلطة، وهناك يعني بدائل جاهزة على الأرض. ففي أوروبا هناك مريم راجوي، وأيضا في أمريكا هناك جالية إيرانية لا تقل عن 5 ملايين إيراني موجودين في الجانب الغربي في ولاية كاليفورنيا ويلتفوا حوالين ابن الشاه محمد رضا بهلاوي. وهناك كمان احتمالات أن تكون هناك حكومة في المنفى تنشأ وأن يكون هناك تجهيز للداخل الإيراني. نعم. وهناك بالتأكيد محاولات حسيسة من الداخل في داخل الولايات المتحدة الأمريكية ويعني ودوائر صنع القرار إلى دعم المعارضة الإيرانية في الوقت الحالي. كل هذه الضغوط للضغط على إيران لكي تسلم ملفاتها الساخنة العالقة تماما في الشرق الأوسط في اليمن وفي العراق وفي سوريا وفي لبنان. واشنطن أستاذ ماك، يعني إذا ما تابعنا هذه التصريحات المهمة أيضا طبعا من ردود الفعل الدولية من السيدة فيدريكا موغريني منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي التي قالت نحن مستمرون في هذه الاتفاقية. السؤال هنا
كيف يعني تابعتم مثل هكذا تصريح، وما أهمية انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاقية أو من الصفقة إذا كان الحليف الأوروبي موجود فضلا عن روسيا والصين؟ ما فيش شك أن روسيا والصين لهم تصريحات قوية في هذا الأمر، فقد صرح السيد لافروف وزير الخارجية الروسي أن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية في الأسبوع الماضي من الاتفاق النووي سوف يؤثر بالسلب على ملف كوريا الشمالية. نعم. فبالتأكيد إذا كان الرئيس الزعيم كيم رئيس كوريا الشمالية الآن سوف يستعد للجلوس في جلسة مفاوضات مع الرئيس ترامب، والرئيس ترامب لا يحترم المعاهدات الدولية التي وقعت عليها الولايات المتحدة الأمريكية وينسحب منها واحدة تلو الأخرى، فقد سبقتها اتفاقية المناخ وسبقتها اتفاقية تي بي بي عبر الأطلسي. فأعتقد أن يعني هذا الأمر بالتأكيد سوف يؤثر على السمعة الأمريكية بالتأكيد في احترامها للمعاهدات الدولية. فكنت أعتقد أن يمكن الضغط على النظام الإيراني خارج الاتفاق النووي، وإذا كان الاتفاق النووي قد أتى يعني ثماره وفعلا التزمت إيران بما قررت به وكالة الطاقة الذرية العالمية، وأيضا قررت به الإدارات الأمنية الأمريكية، وقرر به رئيس المخابرات CIA الأمريكية الآن وزير الخارجية السيد بومبيو أزمة، فكنت أعتقد أن يمكن أن تكون هناك مفاوضات أخرى ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين أوروبا والمجتمع الدولي للنظر في ما تفعله إيران الآن على في المنطقة من تمدد الإيراني وفرض الهيمنة والسيطرة على المنطقة في منطقة الخليج. نعم. في 4 عواصم يعني، والآن تمتد الذراع الإيرانية الآن إلى أقصى غرب القارة الإفريقية في المملكة المغربية، وتتدخل في يعني الصحراء المغربية، وهناك نزاع مسلح مع حركة بوليساريو منذ أكثر من 42 عام بأن تدعم حركة بوليساريو، وهي حركة مارقة اعتدت على الأراضي المغربية بالسلاح من خلال سفارة إيران في الجزائر، ومما سبب في قطع العلاقات ما بين المملكة المغربية وما بين إيران. وقد ثبت بما لا يدع مجال للشك أن إيران لها مطامع في فرض السيطرة والهيمنة. نعم. فكنت أتمنى أن يبقي على الاتفاق النووي مؤقتا حتى يعني نتمكن من عدم يعني التأكد من عدم وصول إيران إلى السلاح النووي. نعم. وندخل في مفاوضات أخرى للحد من النشاط الإيراني في المنطقة، وليس بإلغاء الاتفاق بهذا الأمر. يعني برضو يعني نظل في الجانب تصريحات الاتحاد الأوروبي، هناك أعتقد تصريحان متضاربان. فيدريكا موجريني منسقة السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي يعني ذكرت أن نحن ما زلنا مستمرون في هذه الاتفاقية، وطبعا يعني تعلن أسفها على تصريحات دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاقية. في المقابل وزير الخارجية البريطاني سيد بوريس جونسون قال أن مطالب ترامب مشروعة. في ضوء هذين التصريحين كيف يمكن أن نستقرأ التوجه العام في دول الاتحاد الأوروبي؟ تحدث هنا طبعا عن بريطانيا، عن فرنسا، عن ألمانيا. بالتأكيد أنا يعني لست بالتأكيد ضالع في هذه الاجتماعات، ولكن أستطيع أن أقرأ ما يدور في هذه الاجتماعات، ما يعني ما بين الاتحاد الأوروبي وبين القوى الكبيرة الثلاث بريطانيا وفرنسا وألمانيا. وكانت هناك زيارة بالأمس للسيد جونسون وزير الخارجية البريطاني، وكانت مكالمة اليوم طويلة ما بين الرئيس ماكرون وما بين الرئيس دونالد ترامب يعني قبيل المؤتمر الصحفي. فأعتقد تصريحات كمان جون بولتون بعد 5 دقائق من المؤتمر الصحفي بأن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة للجلوس على قيد الحفاظات، هو أعتقد هو يعني عدم إراقة دماء الوجه للرئيس الأمريكي أنه قرر أنه سوف ينسحب، فنقرر بالانسحاب ثم نجلس على ترابيزة المفاوضات. يعني بالتأكيد أستاذ ماك يعني الأيام القادمة حبلى بي المفاجآت. أستاذ ماك شرقاوي من نورث كارولينا كنت منضما إلينا عبر خدمة سكايب.